صباح الخير، اليوم السبت. شو معلق؟ طلع على الجيم، اعمل لي شي نص ساعة. هلا الساعة 8 الصبح راح على الجيم بكير، لان بعدين عندي موعد عند الهير دريسر ساوي شعراتي المخربين، و حقعد عنده تقريبا شي 3 ساعات، بالعادة 3 ساعات وشوي كمان. فعشان هيك بدي خلص الجيم بكير، حامل شوي بس قلت لازم روح وإلا بعدين افطنش. رح روح على بكير اعمل نص ساعة وبعدين اطلع لعند الهيدريسر اقعد 3 ساعات وبعدين اشوفكم. اوكي، اللي لم طلق بس تعرفوا شو نسيت اخذ مي، بس ما بأثر. هلا بشتري من الجيم قنينة مي وبقول لهم يعبوا لي اياها عند الهيدريسر اذا فضيت، لانه رح اقعد فترة طويلة فلازم اكون عم بشرب لحتى، وما عم بتحرك كثير طبعا قاعدة على الكرسي طول الوقت، فعلى القليلة عم باخذ المي اللي جسمي محتاجه. فخلينا نروح. اوكي حلوين، انا من شوي رجعت على البيت، الساعة تقريبا هلا 12:15. كنت ناوية فرجيكم شو عم بعمل بالجيم اليوم، بس كتير كان في عالم بعتقد راحوا ليحرقوا اكل العيد، فما قدرت صور. كان سويت اليوم تمارين الاجرين، ما عملت كارديو بالمره، لما كان عندي وقت كتير كان عندي بس نص ساعه حتى اقل 20 دقيقه لقدرت لحقت للموعد، لان كان في عجقه كتير رهيبه على الطريق، فكان ما بكان بدي اتاخر. anyway رجعت على البيت، وهلا انا هاي الاسبوع ما عم بعمل صيام متقطع مع انه لازم، لانه بعد كم يوم بدي زين حالي، بس anyway هذا ثقبت الاسبوع اللي ما عندي فيه صيام متقطع اللي باخد فيه فري. انا مثل ما شايفين بحضر بعمل خبز، هو الاسبوع الوحيد اللي حدا سالني انت بتاكلي كل الطبخات اللي بتسويها كل يوم، انا الخبز باكله
هو نقطة ضعفي صراحة، بس أنا بحاول أكله بالأسبوع اللي عم باخد فيه فري، اللي هو عم باخد فيه فري اللي ما عم بعمل فيه الصيام المتقطع. فبساوي خبز وباكل قطعة واحدة بس باليوم منه، لأنه طبعا هو صحيح لو كارب بس هو عالي بالكالوريز، فلازم الواحد ينتبه. أنا طبعا ما باكل خبز كل يوم، ممكن مرة بالأسبوع واحيانا كتير، بس بنطر للاسبوع اللي ما بكون عاملة فيه صيام متقطع، وباكل وحدة باليوم اجمالا. ما بتروق، بنطر لمأخر لانه خلص تعود جسمي انه ما يفطر على بكير، فبنطر للغدا يعني تقريبا الساعة 12 احيانا وحدة، وباكل ساعتها قطعة خبز او سلطة او شي، وبعدين برجع باكل عشية وجبة تانية. هذا بالاسبوع اللي بكون ما عم بعمل فيه صيام متقطع. انا وعدتكم هالاسبوع انه بدي اعمل فيديو كيف بتساوي كريمة، بس للاسف نحن 25 و26 كانوا كل المحلات مسكرين، فما قدرت اروح اجيب الاغراض اللي بدي اياها. ومبارح كان 27، العجقة ما بتتصوروا. نحن قاعدين ببلدة صغيرة بتعتبر سياحية، فالناس بالعطل بتجي وبتروح، فبتلاقي على الطريقين بروحة وبرجعة عجقة رهيبة رهيبة رهيبة، فما في، ما قدرت ابدا اطلع من البيت. ببين من عندي قديش الزحمة من الجاردن، فما قدرت اطلع. واليوم كمان بعد الجيم قلت اوكي بيجي على البيت بغير ثيابي، وبعدين بروح بشتري الاغراض اللي بدي، بس كمان عجقة رهيبة رهيبة رهيبة. بس هلا بشوف بعدين بعد الظهر اذا بتهدى الامور شوي، ساعتها بروح، وان شاء الله بكره بنزل فيديو الكريمة ونشوف. مثل ما شايفين هيدا اسهل لانش ممكن الواحد يسويه بسرعه. والخبز مثل ما شفتوا حطيتهم انا ببلاستيك باج، وبتحطوهم بالبراد، وكل يوم تاخدوا وحده. ممكن تسخنوها شوي بالمايكرويف او بقلب الفرن، مش مشكله. وبتقصوها وبتاكلوها، ممكن يضاينوكم اب تو هني anyway 6، فاذا بتاكلوا وحده كل يوم هي اسبوع تقريبا. وبتحطوا بقلبها اللي بدكم اياه. شبع على فكره، بتفتكروا انتوا يعني لازمكم، لانها صغيره مبينه ممكن تضطروا تاكلوا 2 أو 3، بس عن جد وحده بتكفي وبتحسسكم بالشبع. لان ما تنسوا نحن سويناها بطحين اللوز وطحين جوز الهند، فهدول كتير بشبعوا وبيخلوا الواحد يقعد فترة طويلة بدون ما يحس بالجوع ويصبر للوجبة التانية. عايز هلأ الساعة 2:30 تقريبا، فحروح على السوبر ماركت هلأ وجيب كم شغلة ناقصتني وبعدين بنشوفكم. اوكي جايز، هلا رجعت من السوبر ماركت، افرجيكم شوي الاغراض اللي اشتريتها. ما اشتريت كثير لان عندي كل شيء تقريبا، بس هني الشغلات الاساسيه اللي ناقصتني اللي بشتريها على طول، مثل الحامض والسلري، هدول العصير والخيار، هدول كل 3 ايام تقريبا بروح بشتري منهم لان بيخلصوا بسرعه. اشتريت هذا الكوسا، هذا الكوسا بخليه على طول بالبراد لان ممكن تساوي فيه اي شيء، ممكن تساوي فيه سباجيتي، ممكن اقطعه واحطه مع خضره ولحمه، يعني في كثير عجه او اي شيء ثاني. كمان هيدي طماطم الصوص اللي بدون سكر، لانه انا ما مع طول بروح على هاي السوبر ماركت وهي الوحيده اللي بتبيعها. جزر، ما بعرف اذا سمعتوا انا كل فكري انه بالكيتو ممنوع الجزر، بس من كم اسبوع سمعت فيديو جديد لدكتور باك عم بيحكي فيه انه الجزر مسموح، وحتى هو عنده بلوج بحط فيه وصفات اكل احيانا، وكان كتير من الوصفات موجود فيها جزر،
فاستغربت كتير، لانه حتى الكتاب اللي عندي اللي اشتريته اول شيء حتى قبل ما بلش بالكيتو، اشتريت كتاب ليعرفني شو هو الكيتو، كمان مكتوب انه الجزر ممنوع، بس حسب دكتور بيرج هو على طول anyway بغير معلوماته من فترة لفترة، لان بتابع مع ناس anyway هو، وبعتقد بغير رأيه من فترة لفترة حسب كيف بلاقي انه الناس اللي عم تخسر وزنها بيجاوبوا مع الاكل. فانيوي هو قال انه الجزر مسموح، وانا كتير مبسوطة لاني بحب كتير الجزر. كمان اهم شيء انا رحت اصلا عشان اشتري هدول، اهم شيء لاعمل الكريمة بكرة، فجبت حليب كامل الدسم اورجانيك، وكمان هون جبت نوع تاني خصوصا لانه كتير مكتوب عليه ريتش اند كريمي ميلك اول شيء، وعن جد لما بتستخدموه، انا شريته مرة او مرتين من قبل، كتير كتير سميك، يعني ما بعرف شو عاملين فيه، بس anyway كتير سميك، فقالت هيدا ممكن كتير يكون حلو للكريمة. واشتريت زبدة الكاري جولد بدون ملح ووحدة عادية، هذه جديدة نازلة، فيك تدهنوها على الساندويتش، مش مثل هاي كتير صعبة دهنها، بس هيدي سوفت باتر. وبعدين كمان هيدا النوع هو قرنبيط، نوع عطول انا بشتريه وباكله هيك بدون طبخ مع الحمص او شيء، بس اللي زمان ما اشتريته، بس قلت اليوم فكرة حلوة للعشاء، جبت هيدا النوع وهيدا النوع، قلت بسويهم مع بعض بالفرن فريز. وكمان للعشاء اليوم انا وعيلتي رح ناكل سمك مشوي بالفرن. اوكي جايز، بتمنى يكون عجبكم الفلوج اليوم والاكلات اللي سويتها، بشوفكم كتير قريب مع فيديو جديد، باي باي.